مرحبا فيك سيادة العقيد. حياك الله أخي الكريم وحيا الله المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك. طيب إذا بدأنا بالنقطة الأخيرة التي قال فيها الجندي محمد أن قائد المحور خالد فاضل لم يتفاعل مع قضية زملائهم الذين ما زالوا قيد الاعتقال، لماذا؟ طبعا الحادثة حدثت بأيام قائد المحور السابق، لكن أيضا المحور قام بدوره، كلف لجنة من المحامين وأيضا تابع الإجراءات القانونية، لكن هناك تعسف واضح وظاهر في التعامل مع هذه القضية وجرى تسييسه ودخول أطراف كثيرة فيها، وبالتالي سيست وغيرت القضية إلى جهات أخرى وأصبحت قضية سياسية وقضية رأي عام أكثر منها قضية جنائية، لأنه طبعا حدثت اشتباكات بين أكثر من طرف و يعني أطلقت أسلحة متوسطة وثقيلة من المواقع المطلة على التربة نيرانها على منازل القيادة العسكرية وعلى منازل المواطنين في التربة، وجرى تبادل نار يعني لحظي كان وليد اللحظة، يعني لم تكن أمور مرتبة أو غيره، خلافات وشجار بين أشخاص وأدى إلى إطلاق نار وحدث. إذا لم تكن محاولة اغتيال، لم تكن محاولة اغتيال كما قيل. لا ليست محاولة اغتيال، ننفي هذا نفيا مطلقا، هي كانت خلاف بين أفراد ونتيجة سير ازدحام في السير وتبادل إطلاق النار، وتدخلت أطراف كثيرة وجماعات متواجدة هنا خارجة على النظام والقانون، بالإضافة إلى بعض المواقع العسكرية التي أطلقت النيران على المدنيين، وكانت هناك لجنة مشكلة لحل هذه القضية برئاسة الأخ وكيل المحافظة، وتقريبا أنهت مهمتها، لكن يعني جرى تعسفيا واستخدام بعض الأجهزة لتعسف هؤلاء الجنود الذين سلموا كرهائن، لأنه يعني في حال الاشتباك وإطلاق النار من أكثر من جهة وأكثر من طرف لا تستطيع أن تحدد أشخاص معينين. نعم. كانت الأمور وكان المطلوب يعني من جميع الجهات أن تسلم ومن جميع الأطراف الداخلة في المشكلة أن تسلم أيضا رهائن حتى يتم للجنة يسلموا للجنة حتى يتم البث وحل المشكلة. اللجنة أنهت مهمتها وقدمت توصياتها، ولكن يجري تعسف هؤلاء الجنود وحبسهم لأكثر من عام يعني بدون أي مسوغ قانوني. طيب إذن كما استطعنا أن نفهم الآن أن الجنود ليسوا حتى مشتبه بهم، وإنما تم أخذهم كرهائن لدى كل جهة أثناء ما حدثت الحادثة إلى لجنة التهدئة، وكان رئيسها وكيل المحافظة، وقلت أيضا بأن اللجنة أنهت مهمتها وقدمت توصيات، لكن لمن قدمت هذه التوصيات؟ من بيده الآن المسؤولية أو مسؤولية حل هذه المشكلة والإفراج عن هؤلاء الجنود؟ أعتقد أنها قدمتها لقيادة الدولة المحلية والقيادة العسكرية والقيادة الأمنية في محافظة تعز، والأصل أن هذه القيادات ممثلة بالأخ المحافظ وقائد المحور ومدير الأمن أن يتخذوا إجراءاتهم بإطلاق هؤلاء الجنود أو يعني ممارسة أو إحالة الجميع إلى الأجهزة القضائية، لأن هناك انتقائية واضحة مفضوحة، يعني يريدوا أن يأخذوا جزء أو طرف من أطراف القضية فيمارسوا عليه تعسفات قضائية وحبس وسجن وإجراءات ومماطلة ومحاكمات شكلية، وبقية الأطراف لا يعني بعيدة عن هذه الإجراءات القانونية ويريدوا أن يحلوها عن طريق اللجنة وعن طريق أمور قبلية وغيرها، إما أن تحل المشكلة بشكل عام بين كل الأطراف قضائيا ويحال الجميع إلى القضاء ويقول القضاء كلمته، وإما أن تحل القضية بشكل عام قبليا أو عن طريق اللجنة المشكلة وتنفذ توصياتها وتنفذ مقترحاتها. طيب إذا جئنا إلى ما جرى اليوم من قتل الشوارع، إذا كانت إذا جئنا اليوم إلى إذا جئنا اليوم إلى مسألة قطع الشوارع اليوم في محافظة تعز، إذا كانت هذه المسألة يعني تتعلق بالمؤسسة العسكرية وبالجهات العسكرية داخلها، إذن لماذا قد يلجأ الجنود إلى الشوارع وقطعها أمام المارة وأمام سكان الذين يستخدمون هذا الشارع الرئيسي في حياتهم اليومية في كل مرة، ليست هذه المرة الأولى وإنما أيضا في مسألة في قضية المعاشات وغيرها؟ هذا سلوك مرفوض، والأصل أي حقوق أو مطالبة تتم عبر الطرق المشروعة وعبر الإجراءات القانونية وعبر مطالبة الجهات المختصة والمعنية، ومن قام بهذه الإجراءات ليسوا جنود، هم من أهالي المعتقلين، هم أهالي المعتقلين
وأهالي الجنود الموقفين هناك هم الذين قاموا بهذه الإجراءات. لكن الذين نزلوا كانوا مسلحين ويرتدون زيا عسكريا دكتور عبد الباسط سيدة العقيد. أخي الكريم تعز كله بحكم المقاومة وبحكم يعني أن الكل قادر على حملة سلاح حملة سلاح لدفع هذه الميليشيات الباغية، فسلاح منتشر في تعز وكل نعم. أبناء تعز هم أو معظمهم مسلحين الآن. إذن شكرا جزيلا لك سيادة العقيد عبد الباسط البحر النائب ركن توجيه المعنوي بمحور تعز.